يلا بقى نبدأ بالسجق. زيت الووك يسخن او الطاسه اللي هتشتغلي فيها، وكمان الزيت يسخن كويس قوي، ونروح نازلين بالسجق. بسم الله، ياخد بقى صدمه لوحده الاول كده. ايوه بحاله كده زي ما هو مربط لسه، وصوابع كده زي ما هو. يلا ايه قوليلي. بصوا بقى هنا السجق انا عايزاه ياخد صدمه وياخد لسعه، يعني انا عايزه لسعه وعايزاه ياخد كده ايه معالم اللسعه. ايوه بصوا اللي هي دي بيبقى طعم وحكايه ما شاء الله تبارك الله عليه. اهو لما ياخد صدمه قوي وياخد اللسعه دي كده. نستنى على السجق شويه، زي ما قلت لك مش مجرد صدمه بس، لا ده انا عايزاه يتلسع، يعني كانه ايه مشوي او كانه متحمر. كل ما تتقلي عليه في الحركه دي كل ما يديكي طعمه في منتهى الجمال. وميزه تانية بقى مش هتعرفيها غير عندنا في ست الحبايب، الحركه دي ما بتخليش السجق يفتح بعد كده في الخلطه، ولا الحشوه اللي جواه تقع في الخلطه. الحركه دي بتخلي زي ما انتم شايفين صباع السجق قفل على نفسه، قفل على الخلطه، حته الهنك بتاعته قفلت على الحشوه من جوه لانه خد صدمه جامده جدا. فكده مهما بعد كده تحطيه في خلطه ومهما يستوي معاكي يفضل ماسك. بصوا اهو دي اهم حاجه عندي يا جماعه، بالشكل ده كل شويه كده قلبيه وسيبيه بقى ايه ياخد اللسعه الحلوه اللي بقول لكم عليها دي. بصوا كده يا جماعه، واحنا بنكلم مريم شلت السجق صفيته بمصفه الزيت، مقصوصه الزيت، ونزلت مطرحه على طول بالبصل. يلملي بقى ريحه السجق ويلملي كده الفتافيت اللي نازله، ولو ان بصوا مفيش اي فتافيت خالص، شايفين الجمال؟ سجق قفل على نفسه قفله صح. ختام صح. كده بالشكل ده. وبعد كده هنا وانا بقلب بقى في البصله كده، يا ربي على الروايح ما شاء الله، كده نقلب. يلا ماما سناء بتقول انا بعشق الكبده وهنفذ النهارده على طول ان شاء الله. يلا يا ماما سناء على طول على طول، وما تنسيش تدعي لي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب معلقه وهنزل بصوا مع على البصل كده بالثوم. لا هنزلها لك يا حبيبتي، حاضر هنزل لك الخلطه. وبعدين هاخد كده يعني نص قرن بس كده، حامي كده شرايح كده مع البصله، تدي ريحه حلوه قوي. يبقى انا حطيت ثوم وخدت كده نص قرن كده حامي وقلب. وشمولي الروايح بقى، شموا الروايح. شامم يا مؤمن. يا مؤمن. نقلب. يلا يا حبيبتي تقليبه كده، الله الله. وبعدين هنزل بالفلفل زي ما قلت لك، فلفل رومي بس فلفل الوان براحتك يعني، كده اهو مع البصل كده كله يتقلب في قلب بعضه. يلا بصوا بقى، انا عايزه اقول لك انت دلوقتي لو واقفه معايا هنا هتشم الريحه روعه. على طول نزلت بالفلفل كده مع البصل، انا مقطعه كله زي تقطيعه السجق بالظبط، عشان احنا هنعمله سندوتشات في الفينو، فعايزه بقى الخلطه الحلوه دي مع السجق كده تبقى في قلب الفينو. وبعدين هننزل بالطماطم كده، وهنقلب تاني. الله الله الله، شايفين خلطه السجق عامله ازاي؟ يلا ايوه حالا حالا. وهناخد معلقه واحده بس صلصه، وعليها كده حوالي نص كوبايه ميه. كل ده بحضر الخلطه قبل ما انزل السجق. بصوا معلقه صلصه كده اهي، وعليها شويه ميه صغيرين. انا هنا لا دي مش مستاهله كوبايه ميه، دي هتاخد نص بس كده بس. وكله يغلي مع بعضه
يلا. ام محمود كاتبه على اللايف دلوقتي، ام احمد كاتبه بتقول حور حفيدتي بتقولي انا عايزه من ده سندوتش. يلا اعملي لها بقى. والله يا حبيبتي يعني لو عليا اجيبها لك، اعمل لك احلى سندوتش اجيبه لك لغايه عندك كده. وتعالوا بقى هنا جه الدور على الدقه الاساسيه اللي عملناها في الكبه. معلقه حلوه كده، بصوا لي بقى. نفسي اقول لكم شموا معايا الريحه، بس ازاي يعني احسوها كده، توقعوا الريحه كده تبقى طالعه عامله ازاي. والله يا ريت. هناخد من الدقه وزودي منها زي ما انت عايزه، دي اغلبيتها فلفل يعني التوم فيها قليل، دي اغلبيتها فلفل، بس فلفل متطعم بالتوم ومتطعم بالخل ومتطعم كمان بايه، بالملح والكمون والكزبره اهو. حاضر. وقلبه بقى كده اهو، وهي بتغلي بقى كده هروح مفتحه السجق من بعضه وهنزله عليها صوابع سليمه كده زي ما هو. عايزه تقطعيه قطعيه براحتك، لكن انا هعمله احطه كده صوابع عشان يتحط في رغيف الفينو كده صباع السجق باين كده. فانا هعمل كده افتح كده، واللي يتفتح يتحط على طول في الخلطه اهو كده. شايفين بقى يعني؟ بص يا استاذ احمد، بفتحه بالسكينه بمنتهى الامان، مفيش حشوه طلعت عشان ادينا له صدمته في الاول. بسم الله يلا بينا. بصوا شويه بالشكل ده كده، وشوفي بقى خلطه السجق وذوقي الريحه والطعامه لما تيجي تعمليها في البيت ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش تدعولي. حاضر يا اسراء، اديني دقيقة واحدة هوري بس حبايبي شكل السجق مع الخلطة كده، وعلى ما هيطلعوا فاصل ويرجعوا هيكون استوى عشان ندخل بقى في الكبدة على طول ان شاء الله. بصوا الحلاوة، شوفوا الحلاوة، شوفوا شوفوا عربية السجق بتاعتنا. احنا لسه ما وصلناش للكبدة، خليها دلوقتي عربية السجق. بصوا جميل جميل جميل. يبقى تاني بسرعة عملنا ايه؟ عشان اكتشفت بقى يا استاذ احمد ان ناس كتير بتقول لي ايه، عيدي تاني عملتي ايه. حاضر عينيا، زي ما انت كده بتعيد لنا المقادير كل شوية. يلا نعيد لنا المقادير، يلا ننزل بالمقادير تاني وعيد لكم انا عملت ايه. المقادير هتنزل دلوقتي على الشاشة. انا بقى اولا نزلت بزيت ونزلت سخنته كويس قوي، وبعدين نزلت بالسجق عليه، خد صدمه. بعد ما خد صدمه وعمل كانه خد علامات التشويح كده او كانه اتلسع كده بالبلدي، بعد كده رحت شايله السجق في طبق لوحده، سبته يبرد عشان اعرف اقطعه، ومكان السجق في نفس الزيت نزلت بالبصل، شوحت البصل كويس قوي وحطيت عليه معلقه صغيره ثوم، وحطيت نص قرن فلفل حامي مع البصل، شوحتهم كويس مع بعض، وبعدين نزلت بفلفل الوان، ممكن فلفل رومي بس، ونزلت كمان بالطماطم، ونزلت بمعلقتين كبار من الدقه الاساسيه اللي عملناها في الكبه. وزي ما بقول لك زودي منها لان دي اغلبيتها فلفل متطعم بس كده. وبعدين رحت مفتحه السجق قطعته صوابع كده ونزلت بيه في الخلطه، واسيبه يغلي غلوتين مع الخلطه دي اللي هي يكمل سواه.